كثيرون هم الذين يمارسون الظلم ولكنهم يحاولون أن تكون ممارستهم له غير مكشوفة، ومع اضطرارهم لانكشافها يقومون بعملية تزوير إعلامي واسعة وماهرة لإلباس الظلم عنوان العدل وحفظ الأمن ومنع الفوضى وضبط الأمور والوقوف في وجه الطامعين وما إلى ذلك من عناوين لا حقيقة وراءها ولا وظيفة لها إلا التزييف. وهذا ما يجمع عليه أسلوب الحكومات الطاغية في الأرض في تعاملها مع شعوبها المظلومة. ولأن شعار الديمقراطية اليوم قد سوق الغرب له كثيرا، وذلك لأغراض سياسية واقتصادية لا إنسانية ولا دينية، وأخذ موقعه في نفوس الشعوب وتعلق به أمل المستضعفين في العالم، وما عاد من الممكن لدعاته وما عاد من الممكن لطغاة هذا العالم أن يجاهر بمعاداته، ولأن التسلط الجائر والديكتاتورية هي محل عشق الطغاة وواقع ممارستهم للحكم، وفي الإعلان الصريح للإصرار عليها ما ليس في مصلحتهم كان عليهم أن يدخلوا في عملية تزوير العناوين للاحتماء بها من النقمة العامة والغربة التي تفرضها عليهم ديكتاتوريتهم في هذا العالم. وهنا يأتي دور المجالس النيابية الكاذبة والتعديلات الدستورية الزائفة والإصلاحات الإسمية ودعوى الديمقراطية المراعية الخصوصية المحلية ودعوى الخطر الأمني من الديمقراطية وخطورة القفزة وعقلانية التدرج والحاجة إلى التجربة المتنامية وقصور الشعوب عن الممارسة الناضجة للديمقراطية ووجوب الصبر لتعلم الاستحقاقات المترتبة عليها. وكل هذه التلفيقات والتعللات من أجل التخلص نهائيا من استحقاق الديمقراطية أو تطويل عمر الدكتاتورية ما أمكن، واللعبة مكشوفة والنية لا يسترها ستار. عاد هدم المساجد، كان هدم المساجد في بلاد كأن هدم المساجد في بلاد الإسلام والإيمان والقرآن الكريم والسنة المطهرة شرف لا غنى عنه وقربة من قربات أهل الإيمان إلى الله سبحانه وسبب عزة وكرامة ومما تشترى به خواطر المؤمنين وتطيب أنفسهم. ولذلك عادت الدولة وبصورة سافرة تهدم المساجد كما حدث لمسجد أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هنا سؤال يتعلق بالاتحاد الخليجي المطروح، سواء كان اتحادا ثنائيا أو سداسيا أو غير ذلك. والسؤال ببساطة هو أنه اتحاد من مع من؟ اتحاد حكومات؟ اتحاد شعوب؟ اتحاد عام مشترك بين الشعوب والحكومات؟ الحكومات لا تمثل نفسها حتى يكون الاتحاد اتحادا بينها، ولا شأن للشعوب به من قريب أو بعيد. وواضح أن الاتحاد المطروح ليس اتحادا بين الشعوب، وكيف يكون كذلك والشعوب مغيبة تماما ومعزولة تماما عن كل ما يدور مما يتعلق به، وهي آخر من يدري بما يجري التداول فيه بشأنه. وعزل الشعوب عن الموضوع وإسقاط رأيها نهائيا وإلغاء إرادتها وتمرير إرادة الحكومات بلا مراجعة الشعوب في مسألة مصيرية بهذا الحجم لا يكون إلا لأن الأمر لا يعنيها في شيء، وهذا واضح البطلان، أو لأنه يراد قهرها وكسرها، وهذه ممارسة ظالمة
لا يمكن أن يقرها دين أو ضمير أو ميثاق حكم له شيء من العدالة، ولا دستور من دساتير العالم الحر، ولا عرف عالمي. لا الانتخاب الحر قد حصل للحكومات، ولا التفويض المطلق الذي يخرج الشعوب من كل خياراتها وتفكيرها ورعاية مصالحها ومصائرها، ويسلب منها كل رأي وكل قرار وكل حرية. الاتحاد أول ما يعني الشعوب، وهو مرتبط شدة بكل شدة وتأكيد بمصالحها ومضارها واعتبارها وإلغائها وحريتها وعبوديتها والعدل والظلم الممارس في حقها، ولا يمكن في ميزان الحق والعدل أن يتم وراء ظهرها ورغما على أنفها. والشعوب ليست قطعان ماشية، ولا مجموعات من الخراف والنعاج، وليست في مرحلة الطفولة القاصرة، ولا بلهاء، ولا فاقدة للرأي، ولم تخلق إماء وعبيدا يملكها إنسان، ولا يجوز لها أن تتنازل لأحد من الناس عن حريتها. وإذا كان عدد من الحكومات المعنية بالاتحاد قد أبدى توجساته واعتراضه على الموضوع، فلماذا لا يجوز لأي شعب أن يظهر توجسه واعتراضه ومقاومته السلمية المشروعة لما يراد أن يفرض عليه كرها وقهرا؟ شعب البحرين وشعب كل دولة خليجية له رأيه المستقل وحريته في الاعتراض على هذا الاتحاد أو الموافقة عليه. ولا يسقط حق أي شعب في إعطاء رأيه في هذه المسألة التي تمس حاضره ومستقبله في الصميم، أن أي دولة في العالم صارت تؤيد الاتحاد أو تختلف معه. فبغض النظر عن رأي أي دولة بهذا الشأن، موافقا كان أو مخالفة، فإنه لا يسلب حق الشعوب في إعطاء رأيها الذي تتخذه بكل حرية واستقلالية، بعيدا عن كل التأثيرات والتأثير.